بسم الله الرحمن الرحيم وانا سرين محمد قدوم كحين كأورك قبلها الصحفيين الصوماليات Somali Women Journalist Organization SWJO رنتي سدح دي معلومات عن هالكم وذا جوجني وحي معلومات قروح بدن ووح بدن لك الفائدة استي لبرنا عينا سيد اللو تبيه وربحنا دور شوين كا يلا لقى فيرينا دنك حقوق الإنسان كي يتعدي هذا نفترك وذا دعي كرا انتو لو قد جرو تبنتا وربحنا دا سلح دور شوين كا ما دام ودن كا وحدا دور شو كو قد جرو وحل الدور شال مرة يو حالد ويتها كلا جور مرحلة عدك لوجا بهني هاي صحفيين تونا إن قاعد وتحديران وح بدن أي هلان فرصة ده نوع عن أكلة ما دام يكفى إذا استنكران هدي أي فرصة ده هلان إن شيكوين كا توبرة الحريرة أي كسو تبيان بناء كا حرنت أي كشقيان أو بجده حرنت أي كشقيان أو تبيان شيكوين كاس رنتي وحاجري وحياو بدن ونعيب أما كركتين أه أسامين كله نلاش آدنها تاس أولا جي عبا حتى إنه سامين حنكو يالطو ودا جير كدتك دقنا شوهو دا ودا نولا شوهو دا ينبض دو دا يماشي أو سعلان تاس نوحا لغو بابين كرا إن مرول با سحفيون تو إهلان تاو بارو كور لغو قادا أود دو دا أقوانيت لغو ديسا أيو جراد كو دي مسكح دو دا تاس نوحا كعاوين إسا ورياشا واح بادن فرصت بادن نوويو عبور إسا وعسلاي هاي wax badan ee way ka hagaajinaysa mid kale ururkan gabdhaha saxfiinta Soomaaliyeed SWJO wuxuu xog badan gelinayaa sidii loo baabin lahaa hadalada naceebka ah dhaqanada xun xun iyada naftirkooda saameynta ku leh bulshada taas oo mararka qaar keeni kara naceeb iyo faquuq iyo dadku inay is faquuqaan saameynta ku leh xuquuqul aadanaha waana sababta tababarka noocan oo kale ah loo sameeyay ardaydi ama dadkii ka faa'iideystay ka qayb galayaashana لأن عيداس حب بدن لجليي إين كفى إدستين هدي فرصة نوع عن إسي سعدان وح بدن ولا فهم دونا وح بدن أو عرقلة ذو صحفيين تكون جدا من مركز لجح الله شقوين كجارها أنت بين تور بحنا ذا كوا دور شد الحريرة يضل سك إلى علنا إن حد جد بلعه أما نعيب لعه يضل سك إلى علنا إن حق أنا ها قف كل جد تنتو في عنتها مركز وعما عندنا هدي أنا أروك قبل صحفيين سوماليات un soom oo gacan weyn naga siisay inta uu barkaan u qabsoomo oo laanteed tababarkan uu noo suurtageli lahayn iyo ururkan oo SWJ oo asagana tababarada noocaan oo kale mar walba ku qabta caasimada marka hore gabdhaha lagu bilaabay kadibna waxaa la fahmayaa in genderka orag iyo dumarka ahba u wada leedahay faa'iido ay ka wada faa'iideysan karaan hadii fursada la siiyo marka waa rajaynayaa in tababaradan ay sii socdaan ilaa ay gobolada gaaraan si hadda hadda gobolada qaar ba tababarada ay nooga socdaan caasimadana ay ku soo noqnoqdaan fursadaha noocan saxafiyiintana waxaan kula dardaarmaa inay ka faa'iideystaan markasta fursadahan oo kale oo ay noqoto fursad muhiim u ah noloshooda iyo aqoontooda aad u mahadsantahay.